اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين كلامنا معاكم في حلقتنا النهارده في صباح اون تايم، وبنتكلم يعني بشكل مفصل اكتر عن لقاءين هنتابعهم بكره، سواء على مستوى المحلي نادي الاهلي والمصري بورسعيدي، او كمان على مستوى البطوله العربيه نادي الزمالك والنصر السعودي. ومنورنا في هذه الفقره الاستاذ عمرو عماد المحلل الرياضي. صباح الخير عليك ومنور الدنيا. صباح النور يا معلم، سعيد اهلا ان بيك. انت موجود معانا النهارده. الف شكر، ربنا يخليك. وخلينا نبدا كلامنا عن مباراه نادي الزمالك والنصر وطريقه لعب مستر اوسوريو واداؤه بالتحديد كمان في البطوله العربيه، لو تقول لنا كده من وجهه نظرك. تمام، طريقه اوسوريو عشان نبدا نتكلم عنها لازم في الاول نعرف ان الطريقه دي لما هنبدا نعرض الحالات، فالطريقه دي هي بدايتها او في ابهى صورها هي طريقه بيب جوارديولا اللي هو مدرب مانشستر سيتي، ولكن دي في ابهى صورها. فزي ما هو باين في اللقطه قصادكم ان الخطه كلها بتعتمد على ايه؟ ان بدل ما يكون في اربع مدافعين ورا ولاعب واحد بس ارتكاز، اللي بيحصل هو ان في لاعب تاني من خط الظهر بيخش لنص الملعب. ايه الفكره من كده؟ ان بدل ما يبقى عندي لاعب واحد بس في العمق بيبقى عندي اتنين لعيبه يكونوا محطتين للخروج بالكوره. في نفس الوقت بيكون عندي اتنين اجنحه فاتحين الملعب بالعرض، الغرض من الاتنين اجنحه دول ان هم يثبتوا الاظهره بتاعه الفريق المنافس. وفي نفس الوقت كمان بيكون في اتنين لعيبه رقم 10، مركز رقم 10، دورهم ان هم يكونوا يقوموا بصناعه اللعب وفي نفس الوقت يساندوا الاتنين لعيبه اللي موجودين في نص الملعب. فبشكل عام هي دي الطريقه اللي بيحاول اوسوريو ان هو يطبقها، لو ان الجزء اللي فوق بيتسمى دبليو والجزء اللي تحت بيتسمى ام. فلما نيجي نطبق ده على طول في ماتش الاتحاد المنستيري هنلاقي ان ده احمد فتوح اللعيب الظهير بيبدا يدخل لعمق الملعب عشان يكون محطه ثانيه الفريق يخرج بيها بالكوره. اللقطه اللي بعدها هنلاقي زيزو هنا هو الجناح، ولكن انا ما يهمنيش الاسماء على قد ما يهمني الافكار. في جناح اللي هو بيكون فاتح الملعب بالعرض عشان خاطر يثبت الظهير بتاع الفريق المنافس. وفي نفس الوقت في اللقطه اللي بعدها هنلاقي بان عمر جابر فاضي تماما. ايه الغرض من فكره الدبليو ام؟ هو ان انا بدل ما يكون عندي ثلاث لعيبه في نص الملعب، فتوح دخل للعمق فبقى في اربع لعيبه في نص الملعب، قدر يبقى عندي زياده عدديه في مرحله بناء اللعب. في اللقطه اللي هنا عمر جابر كان فاضي، ودي الزياده العدديه اللي اوسوريو كان عايز يعملها. فايه اللي حصل عشان الاتحاد المنستيري يغطي على الزياده دي؟ الظهير الشمال هيسيب مكانه ويروح يضغط على عمر جابر في اللقطه اللي جايه. في اللقطه اللي جايه هنا الظهير الشمال بدا يسيب مكانه وبدا يروح يضغط على عمر جابر. فايه اللي حصل بقى؟ المساحه اللي وراه فضيت، فالكره اتلعبت بعدها لحسام عبد المجيد في اللقطه اللي جايه، وحسام عبد المجيد مره واحده لعبها في المساحه اللي في ظهر الظهير اللي هو سابها فاضيه. ففي اللقطه اللي بعدها هنا هنلاقي سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري هنا هو اللي كان الجناح، لان بيحصل نوع من انواع اللامركزيه في الخط الامامي. فشيكابالا كان هو المهاجم وسيف الجزيري كان هو الجناح، قدر ان هو يخطف المدافع ويروح. واللقطه دي بالمناسبه كانت الجون الثالث للزمالك في مرمى الاتحاد المنستيري زي ما هيبان في اللقطه اللي جايه. طيب تعال نشرح نفس اللقطه ولكن بطريقه مختلفه. المره دي بقى ايه اللي هيحصل؟ الظهير مش هيسيب مكانه وهيفضل واقف ورا. فلما نشوف اللقطه اللي جايه ايه اللي هيحصل؟ هنا الظهير فضل مكانه، فاللي حصل ان بقى في تفوق عددي للزمالك 3-2، وبالتالي اللقطه اللي بعدها هيبدا يظهر الجناح اللي كان مثبت الظهير. اللي عليه الدايره دلوقتي ده هو الجناح اليمين لنادي الزمالك، مثبت الظهير الشمال، فبدا الظهير مش عارف هل هو يروح يضغط ولا يفضل ورا. فالتردد ده هو ده اللي اوسوريو عايزه، انا كده قدرت اخلق حاله تفوق عددي اطلع بيه بالهجمه. وفعلا لما الحالات هتكمل هتلاقي ان الكره دي اتلعبت الناحيه الثانيه، وصلت لشيكابالا، شيكابالا هيلعبها لفتوح اللي كان بيبني الهجمه من ورا، فتوح زاد عمل الزياده العدديه، قدر يلعبها بالعرض وقدر يسجل الزمالك الجون الرابع. اذا لقطتين هي دي الكوره اللي اوسوريو عايز يلعبها مع نادي الزمالك. طيب احنا اتكلمنا اكتر في الصور وفي الحالات اللي انت جايبها في ماتش الاتحاد والاهداف اللي قدر يسجلها نادي الزمالك، الحاله تبدل شويه في ماتش الشباب، وممكن برضو تقربنا اكتر من الاداء اللي كان بيلعب بيه نادي الزمالك في مواجهه الشباب. ماتش الشباب بقى هو الجزء الثاني من القصه والجزء الثاني من حدوده اوسوريو، انه هو عايز يلعب كوره وهي دي الحياة السعيدة اللي اوسوريو عايز يعيشها مع الزمالك في لقطات الاتحاد المنستيري. ولكن اللي حصل بقى في مباراة الشباب هو اننا عشان نعرف ايه اللي حصل لازم نرجع خطوتين ثلاثة ورا في مباراة الاهلي. مباراة الاهلي كانت المباراة اللي بروزت
مشاكل الطريقه دي مع اسوريو. ليه بروزت؟ لان المشاكل دي كانت موجوده قبل كده، ولكن الطريقه دي بروزتها بس. اذا المشاكل دي كانت موجوده من قبل كده، مباراه الاهلي بروزتها لان الشوط الاول الزمالك قدم مباراه سيئه على مستوى بناء اللعب، وكمان على مستوى الاهداف. الاهداف اللي جت في الزمالك في مباراه الاهلي كانت كلها من عيوب طريقة أسوريو، وبالتالي المباراة دي بروزت المشاكل. بمعنى إيه؟ المشكلة الأولى اللي قابلها أسوريو هو إن ما عندوش لعيب في نص الملعب بيعرف يبني الهجمة غير أحمد فتوح. هل دي مشكلة أسوريو ولا مشكلة السكواد اللي في الفريق؟ مشكلة السكواد، إن السكواد ما فيهوش لاعب في نص الملعب قادر إن هو يبني الهجمة مع فتوح. وبالتالي اللي حصل ان لما فتوح بيتمسك الزمالك بيعطل، الزمالك ما بيقدرش يبني الهجمه. ففي اللقطه دي هنا اليو ديانج ماسك احمد فتوح مش هيسيبه، هنشوف اللقطه اللي بعدها مره كمان ديانج مع فتوح مش هيسيبه، اللقطه الثالثه كمان عشان التكرار. لما يكون في نمط ثابت ده معناه ان ده شغل تاكتكس او ده شغل المدرب. فهنلاقي هنا ان محمد صبحي كان عايز يبني الهجمه، جاي يلعبها لفتوح لقى ديانج وراه فما لعبش لفتوح. اذا اول مشكله قابلت الزمالك هي ايه؟ هو ان الزمالك ما عندوش المقدره كتيره، فبتتصل لو لعيب واحد اتمسك خلاص كده ما عندكش، خلاص الموضوع انتهى. دي مشكله والزمالك معاه الكوره. طب ايه المشاكل الثانيه اللي اتبروزت؟ المشكله الاشهر اللي بدات تظهر في الزمالك الفتره الاخيره هو عمق الملعب، ان لعيبه الزمالك بتلعب في 70 متر، ان المساحات بين الخطوط كبيره. فاللقطه دي هي لقطه الجون بتاعت النادي الاهلي. لما نبدا نعد هنلاقي تقريبا من 4 لـ5 لعيبه للاهلي موجودين في المساحه اللي ما بين نص الملعب وخط الظهر بتاع الزمالك. وبالتالي بدات المشكله الثانيه تبان وتتبروز، كانت موجوده قبل كده لكن عشان جا منها جون في ماتش الاهلي فبدات الناس تاخد بالها منها، وهي ان في لعيبه كتيره في عمق الملعب. فدي اصبح اسوريا عنده مشكلتين. المشكله الاولى هو انه ما فيش مفاتيح لعب غير فتوح، المشكله الثانيه ان المساحه بين الخطوط كبيره. طب المساحه بين الخطوط كبيره دي مشكله مين؟ هل هي مشكله اسوريو ولا مشكله لعيب ولا مشكله سكواد ولا مشكله وقت؟ الحقيقه ان هي مشتركه بين الاربعه بالظبط، والناس مش متعوده على كده. الناس عايزه تذبح على طول، يعني مين المشكله؟ اسوريو، خلاص اسوريو فاشل. اللعيبه مشكله، اذا اللعيب ده فاشل. لكن ان الكره مش كده، الكره ان هي مجموعه مشاكل مع بعض، عوامل كتيره بالظبط. طريقه اسوريو عشان تلعب بيها محتاج ان انت تعمل حاجه من ثلاثه: لما تفقد الكره اما انك تضغط ضغط شرس فتستعيد الكره في وقتها، اما انك تقدم ظهر الديفنس كله لقدام عشان المساحات تبقى قريبه، او ان اللعيبه ترتد بسرعه. مين اللي ما عملش كده؟ هو الاربع حاجات دول. اللعيب، في لعيبه بتكسل انها ترجع رغم ان هي قادره ترجع. في نفس الوقت الارتداد بطيء، ده بسبب العامل البدني اللي مع الوقت هيتحسن، لان اسوريو اساسا اشتغل معد بدني، وبالتالي دي النقطه الثانيه. النقطه الثانيه الثالثه ليها علاقه باسوريو نفسه، انه ما قدرش ان هو يقدم ظهر الديفنس لقدام. والنقطه الرابعه هي نقطه السكواد، ان هو في لعيبه هو مضطر يلعبها رغم ان الحاله البدنيه بتاعتهم مش احسن حاجه. حرام نسيب الثلاث حاجات الاولانيين ونمسك في اسوريو اللي هو جزء من مشكله كبيره موجوده، عشان تحلها محتاج وقت. وبالتالي هنا بقى عندنا مشكلتين: المشكله الاولى مشكله عمق الملعب، والمشكله الثانيه هي مشكله مفاتيح اللعب. الراجل عشان نثبت بان هو راجل مش صلب اتجاه افكاره، هو راجل مرن، هنبدا نشوف اللقطات اللي جايه في الشوط الثاني. نزل عمرو السيسي، نزل اشرف رؤى، عدل نص الملعب، وبالتالي اصبح ان الكره دي عمرو السيسي خطفها رغم ان هي تيبيكال الكور اللي كانت في الشوط الاول. اللقطه اللي بعدها مره كمان عمرو السيسي قدر ان هو يخطف الكره مره ثانيه رغم ان هي تيبيكال برضو اللقطات بتاعه الشوط الاول. جت بقى مباراه الشباب، وهنا اسوريو كان ما بين نورين: هل هو يبدا بالطريقه بتاعته وانه يفتح الملعب ويبني الهجمه من تحت، ولا انه يامن نفسه ويبدا يلعب بيه الارتكاز؟ وهو عنده مشكلتين: المشكله الاولى هي المساحه اللي ما بين الخطوط، المشكله الثانيه هي مشكله ان فتوح لما بيتمسك الفريق ما بيعرفش يطلع بالكوره. فهو قرر يعمل ايه؟ قرر ان هو يبدا بالسيسي ويبدا بدونجا. ليه؟ لان الشباب عنده لاعب خطير بين الخطوط اسمه بانيجا، وانا عندي مشكله في العمق، فلو انا سبت بانيجا هيتسبب لي في مشاكل كتيره. فبدا بالطريقه دي، وزي ما احنا شايفين بانيجا لما بينزل لتحت عمرو السيسي بيكون في مراقبته. الكره دي كانت في الدقيقه 3، هو عمرو السيسي حتى لو بانيجا هينزل لحد ال 18 هو هيروح معاه. في الحاله اللي بعدها هتبدا تظهر بانيجا وهو في التلت اللي قدام خلاص قريب من جون الزمالك، هنا اللي مسؤول عنه هو دونجا، واللي قطع منه الكره هنا هو دونجا. وبالتالي هنشوف بعدها في اللقطات اللي جايه بدا فريق الزمالك الخطوط تبقى قريبه من بعض، بدا خط الديفنس يطلع لقدام، بدا لعيبه الارتكاز يغطوا. برضو اللقطه دي نفس الفكره، المساحات قريبه جدا من بعض، فعدل اسوريو المشكله الاولى اللي هي مشكله الخطوط. طيب هل كده الامور اتحلت؟ الحقيقه لا. ليه؟ لان في مشكله تانية، وهي مشكله ايه؟ فتوح. لما هنشوف اللقطه اللي جايه، فتوح اول ما بيتمسك
الزمالك بيعطل. ليه الزمالك بيعطل؟ لان الزمالك ما عندوش اللعيب اللي جنب فتوح اللي يؤدي الادوار الدفاعيه وفي نفس الوقت تكون كورته حلوه. فانا بظبط الدفاع الهجوم بيبوظ، بظبط الهجوم الدفاع بيبوظ. ليه؟ لان ما فيش سكواد يسمح لي ان انا اعمل الاثنين مع بعض. وبالتالي هنا فتوح ممسوك، الزمالك مش قادر يطلع بالكره لان عمرو السيسي ما عندوش المواصفات اللي تخلي الفريق يطلع بالكره. الحاله اللي بعدها برده فتوح ممسوك مش قادر، الكره بترجع لورا مره ثالثه، فتوح برده ممسوك في اللقطه اللي بعدها وبرده فريق الزمالك مش قادر ان هو يطلع بالكره. طيب اذا اوسوريو قدر ان هو يعدل من المشكله الدفاعيه وقدر ان هو فعلا يحجم بانيجا. اللقطة أو الجون اللي جه في الزمالك هي لقطة فردية سرح فيها عمرو السيسي دفاعيا، واللقطة دي أنا متأكد إن محدش شافها في ماتش الزمالك. هنا الكرة كانت في نص الملعب، بانيجا في اللقطة دي هنشوف في الحالة اللي بعدها هيبدأ يبص وراه. أول لما يبص وراه هيلاقي فيه مساحة فاضية، إيه اللي هيعمله؟ في اللقطة اللي بعدها هو عارف إن عمرو السيسي في ظهره، هو عارف إن عمرو السيسي هيجي وراه، فاللي حصل إن هو بدأ يسحب عمرو السيسي، إيه اللي حصل؟ بدأ يسحب عمرو السيسي، يسحب عمرو، ساب الكورة عمرو السيسي وراح مع بانيجا، وبالتالي المساحة اللي قدام بانيجا اتفتحت. طيب، نفس الهجمة بالظبط لما كملت إيه اللي حصل؟ بانيجا اللي عليه الدايرة هو اللي رجع بعد ما لف بعمرو السيسي من نص الملعب، رجع للقطة تاني عشان يستلم الكورة، بس عمرو السيسي مش معاه. وبالتالي اللقطه اللي بعدها ايه اللي حصلت؟ جات له الكوره لعبها، اللقطه دي كانت ضربه الجزاء لنادي الشباب، وبالتالي هي هفوه من عمرو السيسي دفاعيا في المباراه ادت الى تسجيل الشباب ضربه الجزاء وهدف المباراه. احنا لسه هنتكلم اكتر عن نادي الزمالك وعن تشكيل نادي الزمالك بشكل عام، لانه ممكن ما يكونش مساعد قوي اوسوريو بجد، ممكن تكون في اخطاء يعني في التاكتكس، ولكن برضو العوامل كلها لازم تكون موجوده للنجاح. وللاسف في الوقت الحالي جمهور نادي الزمالك مستاء لان يعني السكواد زي ما احنا شايفين مش في احسن حالاته. بعد الفاصل لسه مكملين مع بعض، استاذنكم هذا الفاصل ونعود مره ثانيه. لسه منورنا الاستاذ عمرو عماد المحلل الرياضي، وحديثنا مطول عن مواجهه نادي الزمالك او مواجهات نادي الزمالك بشكل عام في البطوله العربيه، ولكن هنخصص برضو كلامنا دلوقتي بعد الفصل اكتر للمباراه المرتقبه، المواجهه القادمه غدا باذن الله امام النصر السعودي، مواجهه فاصله، الفوز هو الاهم علشان ما تستناش نتائج الفرق الاخرى. فقول لنا كده اكتر عن نادي النصر ونقاط القوة اللي بيمتلكها الفريق. اتكلمنا عن الاتحاد المنستيري واتكلمنا عن مباراة الشباب، فاضل هنتكلم عن مباراة النصر. بس عشان اعرف اتكلم عن مباراة النصر بشكل كويس، الفريق عنده سكواد جديد وسكواد مختلف، وبالتالي عشان اعرف اتكلم بشكل تفصيلي اكتر لازم يكون الفريق ده لعب مع بعضه. فالفريق لعب مع بعضه امتى بالظبط؟ لعب مع بعضه مباراة اللي فاتت قصاد الاتحاد المنستيري، لعب مع بعضه الشوط الاول في مباراة انتر ميلان في المباراة الودية. وبالتالي لما اتفرجت على الماتشين دول قدرت تطلع بخمس نقاط، هم اهم خمس نقط في مواجهة الزمالك. ايه هم الخمس نقط المتعلقين بمباراة النصر ويخصوا في نفس الوقت نادي الزمالك؟ زي ما هنبدا نشوف دلوقتي فريق النصر مين ده؟ ده تاليسكا. واقف فين؟ واقف في العمق، اللي هي مشكلة مين؟ اللي هي مشكلة الزمالك. إذا تاليسكا بيطلب الكرة فين؟ في العمق. اللقطة اللي بعدها تاليسكا موجود فين؟ في العمق. نفس الهجمة، نفس اللقطة، نكمل مرة كمان، تاليسكا موجود فين؟ في العمق برضو. إيه اللي هيحصل؟ إن الكرة هتتلعب لعبد الرحمن غريب، هيلعب الكرة لتاليسكا، تاليسكا هيجيب الجون لنادي النصر. مين هنا بيطلب الكرة في العمق؟ برضو تاليسكا. وجود تاليسكا الناس، كريستيانو رونالدو طبعا كريستيانو وكل حاجه، ولكن الناس مش واخده بالها من تاليسكا. تاليسكا لاعب مهم جدا بالنسبه للنصر، ووجود كريستيانو مريحه، يعني وجود كريستيانو بياخد الانظار. فتاليسكا دلوقتي بقى بيلعب تحت المهاجم في العمق في المكان اللي نادي الزمالك عنده فيه مشكله كبيره. اذا لازم الزمالك زي الماتش اللي فات يبدا يقرب خطوطه، عشان الراجل ده لو سبت له المساحه الموضوع هيكون خطر. طب هل هم خطر من العمق بس؟ الحقيقه لا. لما تيجي نشوف اللقطه اللي قدامك هنا، دي مباراه الانتر، كريستيانو ايه اللي هيحصل؟ كريستيانو هياخد الانظار، تاليسكا هيروح يتمركز ما بين قلب الدفاع والظهير، الكره هتتلعب له عرضيه. في اللقطه اللي بعدها تاليسكا لوحده فاضي تماما، بيحط الكره في راسه ولكن الكره دي اتصدت. طب هل هي اتكررت مره واحده بس؟ تعال نشوف نفس اللقطه بس المره دي بالعكس، اللي عليه الدايره دلوقتي هو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو مين اللي هياخد الانظار؟ تاليسكا. ايه اللي هيحصل؟ تاليسكا هيبدا يخش ال 18، الكره هتوصل لكريستيانو رونالدو زي ما هو موجود دلوقتي فاضي مستريح، وده الجون بتاع الاتحاد المنستيري. اذا اول نقطتين، النقطه الاولى هي نقطه
ان تاليسكا بيبقى موجود في عمق الملعب وبيطلب الكره كتير في عمق الملعب، وهي واحده من مشاكل الزمالك. النقطه الثانيه بقى وهي نقطه ان العرضيات برده هم خطر منها جدا. تاليسكا وكريستيانو واحد منهم بيلفت الانظار والتاني بيروح يتمركز في المساحه اللي ما بين قلب الدفاع والظهير او بيسموها انصاف المساحه، وبيقدر ان هو يكون مستريح ويسجل الجون. طيب ايه النقطة الثالثة المتعلقة بالموضوع ده؟ هي متعلقة بمشكلة كبيرة في الزمالك بدأت تظهر مؤخرا. واحدة من الحاجات اللي اوسوريو بيعملها عشان يظبط عدلة نص الملعب وان الخطوط تبقى قريبة من بعض، هي ان اول لما حد من لعيبة المنافس يستلم الكرة في عمق الملعب ولعيب الارتكاز مش موجود، بيبدأ المدافع يسيب مكانه ويطلع لقدام زي ما هو باين في الصورة. الحاجة دي بتتسمى اوت اوف بوزيشن، ان دلوقتي اللعيب ساب مكانه وانطلق لقدام فاصبح في حالة اوت اوف بوزيشن. هنا حمزة المسلوسي ساب مكانه وطلع لقدام، في مساحة فاضية بقت وراه. اللقطة اللي بعدها ادي كده اول مرة، تاني مرة اللعيب ساب مكانه وطلع لقدام، دي اللقطة التانية. اللقطة اللي بعدها نفس الفكرة، المرة دي بقى بانيجا، وهنا عايز اشوف ذكاء بانيجا في الموضوع. اللي حصل ان مدافع الزمالك حسام عبد المجيد ساب مكانه وراح يضغط على بانيجا، في مساحة وراه اتفتحت. ايه اللي عمله بانيجا؟ باصة الكورة وبعدها راح في المساحة هو بنفسه وشاور لعيبة الشباب ان هي تديله الكورة في المساحة دي. لو كانت الكورة اتلعبت له في المساحة دي كان الجون بقى الجون التاني للشباب والموضوع خلص. طب التحرك من المساحة ده، هل دي تعليمات من مستر أوسوريو ولا ده كده لعيبة بتخترق لتعليمات المدير الفني وهي عارفة ان مفيش حد هيغطي المساحة؟ لا، هي بتكون جزء من تعليمات المدير الفني عشان يغطي المساحة، ولكن الفكرة في ان انت لما تضغط لازم تضغط في التايمنج المناسب، فهي ميكس ما بين الاثنين، هي تعليمات مدرب ولكن جزء منها متوقف على التوقيت اللي اللاعب بياخده قرارك انت مناسب بقى عشان يطلع فيه. اذا هي عدلت من منظومه الزمالك شويه، ما بانتش قدام الاتحاد ولا الشباب حتى لان الامكانيات ما كانتش احسن حاجه. طب تعالى نشوف بقى النصر السعودي بيعمل ايه. ده النصر السعودي، ايه اللي حصل في مباراه الاتحاد المنستيري؟ قلب الدفاع ساب مكانه عشان يضغط من قدام. هل الامور عدت على خير؟ لا. ليه؟ لان امكانيات النصر مختلفه. تاليسكا بكل بساطه استلم الكرة، المساحة الفاضية جرى فيها كريستيانو، اللقطة اللي بعدها الكرة اتلعبت لكريستيانو، شكرا كريستيانو انفراد قدام الجون. إذا النقطة دي ما بانتش في الماتشات اللي فاتت، ولكن لو اتكررت قصاد النصر بإمكانيات النصر وخصوصا إن ساديو ماني ممكن يكون موجود في المباراة، الكواليتي هتكون مختلفة، فالحاجات دي هتبدأ تعمل مشاكل لو لعيبة الزمالك ما قدرتش تاخد القرار المناسب. نبص على اللقطة اللي بعدها، نفس الفكرة، المدافع بتاع الاتحاد المنستيري ساب مكانه، تاليسكا الكرة جات له بكل ذكاء هيفوت الكرة للعيب اللي وراه ناحية الجناح اليمين، ولكن الباص ما وصلش. الجناح اليمين ممكن يلعب مكانه ساديو ماني، فلو اللقطة دي فيها ساديو ماني الكرة أعتقد إن هي هتوصل وهتكون خطر على نادي الزمالك. ده بالنسبة للموضوع أو المتعلق بفكرة إن هو بيكون أوت أوف بوزيشن، ودي النقطة التالتة اللي كنا عايزين نتكلم فيها. هل ده معناه إن النصر خلاص فريق جامد والأمور خلاص صعبة والموضوع انتهت؟ الحقيقة إن هو عنده مشكلة كبيرة في قلوب الدفاع. مشكلة النصر زي ما هنشوف في الحالات اللي جاية، عنده مشكلة كبيرة في قلوب الدفاع، سواء كان التلات قلوب الدفاع اللي بيلعبوا سواء عبد الإله العمري أو عبد الله ماضو، كلهم عندهم مشكلة كبيرة في قلب الدفاع. اللقطة دي هنا المدافع بتاع النصر كان في ثنائية مع مهاجم الاتحاد المنستيري، نشوف اللقطة بعدها ايه اللي حصل. اللي حصل ان رغم ان مدافع النصر كان سابقه ولكن مهاجم الاتحاد المنستيري قدر ان هو ياخد الكورة، واوتوماتيك اول لما اللقطة دي تيجي وجمهور الزمالك يتفرج هيجي في باله سيف الدين الجزيري، لان سيف الدين الجزيري خصوصا السنة اللي فاتت كان في النقطة دي، هي دي نقطته، هي دي لعبته، انه يسبق المدافع او انه يدخل في سجال مع المدافع فياخد منه الكرة. هنشوف اللقطة اللي بعدها، دي اللقطة المفروض ان المهاجم ده كان مراقب من مدافع النصر. اللي حصل ان الكرة اتلعبت اتزحلقت من مدافع النصر في اللقطة اللي بعدها وراحت لمهاجم الاتحاد المنستيري قدام الجون، ولكن ما كانش موفق في ان هو يسجلها. هنشوف كمان في اللقطة التانية، هنا كرة كانت جاية له ولكن استلمها بشكل خطأ، فايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الكرة لما استلمها بشكل خطأ في اللقطة اللي بعدها رجعت للاتحاد المنستيري واتحط انفراد للاتحاد المنستيري، ولكن لم يتم استغلاله نتيجة برضو إمكانيات نادي الاتحاد. مع الزمالك في قلوب الدفاع الموضوع ممكن يكون مختلف بشكل كبير. طيب خلينا بقى من الحالات دي نتكلم على لعيب بعينه، لاعب زي زيزو بقينا بنشوف مشاركته أكتر في العمق، فكلمنا كده عن النقطة دي بالتحديد. زيزو مش فكرة ان هو بيشارك في العمق، هو بيكون في لا مركزية في الخط الأمامي عامة، فبيكون أحيانا موجود في العمق وأحيانا بيكون موجود على الطرف، ولكن أنا
افضل ان هو في مباراه النصر يبدا في العمق. ليه ان هو افضل ان هو يبدا في العمق في مباراه النصر؟ لانه زي ما شرحت دلوقتي قلوب الدفاع عند النصر هي اللي عندهم المشكله، فانا احب ان زيزو يكون موجود في العمق عشان يقدر ان هو يستغل الاخطاء دي سواء من كره تانية او ولكن هو يكون قريب من قلبين الدفاع بتوع النصر. في نفس الوقت ما افضلش ان زيزو يكون موجود على الجناح، لان جناح الزمالك هيكون عنده مشكله كبيره جدا، هو انه لازم يرتد دفاعيا لان الاظهره بتاعه النصر بتزيد وبترفع كور عرضيه كتير، فانا ما احبش ان اهلك زيزو في المهام الدفاعيه بتاعته بشكل كبير وان هو يكون رايح جاي، افضل ان هو يكون موجود في عمق الملعب في مباراه النصر. طيب انا طريقه ال دبليو ام دي من الطرق اللي انا يعني واحنا بنعرض اول صور انا بالزبط. شفتها لو عايز تشرح لنا فيها حاجه اكتر. طريقه ال دبليو ام هي اصلا بدات ازاي؟ عامه هي الطريقه دي قلبت الدنيا السنه اللي فاتت، بيب جوارديولا اكتسح بيها كل الناس السنه اللي فاتت. بدا من بعدها مدربين كتير يطبقوا الفكره دي لان هي بتعمل كثافه عدديه في نص الملعب زي ما شرحنا في اللقطه الاولى خالص مع فتوح، ولكن بقى على ليفل اعلى وهو ليفل اوروبا وبيب جوارديولا، يورجن كلوب مع ارنولد، ارتيتا مع زينشينكو، اصبح استخدام الظهير المتداخل او فكره ان يكون في لعيب من خط الظهر يزيد لقدام، دي اصبحت فكره معروفه جدا في كره القدم السنه اللي فاتت. طب هي بدات ازاي؟ هل جوارديولا هو اللي بداها فعلا؟ الحقيقه لا، الحقيقه ان اللي بداها الموضوع ليه قصه لطيفه، انه بدا في الثلاثينات 1930 بدأ الموضوع. لو نعرض اللقطات المتعلقة بفكرة الخطة الـ WM، فاللي بدأها كان مدرب لنادي أرسنال في الثلاثينات اسمه تشابمان، هو ده الراجل اللي بدأ الفيلسوف العبقري في الوقت ده اللي اخترع فكرة الـ WM. إيه اللي حصل؟ تدرج الكرة الطبيعي إن هما كانوا بيلعبوا بالطريقة اللي قدامك دي، 2-2-6، 2 في الدفاع، 2 في نص الملعب، 6 في الهجوم. هي دي الطريقه اللي زمان كانوا بيلعبوا بيها، انا ههاجم بست لعيبه، فكره الدفاع كانت بالنسبه لهم عيب. والله هنقعد في الدوري ساعات. طب جون، طيب الجوله دي كده خالص. الدفاع عندهم كان عيب ساعتها، ان انت ازاي تدافع؟ الهجوم كان هو ده الصح، ان انت بتهاجم، انت راجل بتهاجم. هي دي المعتقدات اللي كانت عندهم. بعدها بدات الامور تتعدل، فبداوا يلعبوا بطريقه 2-3-2-3. 2-3-2-3، فالامور بدات تتعدل شويه لحد ما في سنه 1925 اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا عن تعديل قانون الاوفسايد. قانون الاوفسايد زمان كان لازم اللعيب يكون لازم يكون قبل 2 مدافعين وحارس، يعني 3 لعيبه. تم التعديل قانون الاوفسايد 1920 للوضع الحالي انه لا، الحارس ولعيب واحد بس. وبالتالي لما تم تعديل قانون الاوفسايد لقى تشابمان مدرب ارسنال وقتها بانه لازم يكون في لاعب ثالث، قلب دفاع ثالث يرجع مع اللعيبه اللي ورا، فسحب لعيب من نص الملعب ورجع بيه للعيب اللي ورا، فظهرت الخطه دي 3-2-2-3. لما جم يشوفوها وقتها لقوا ان هي حرف الدبليو حرف الام، فتسمت اول طريقه تكتيكيه في تاريخ كره القدم بطريقه الدبليو ام. فلما بدات الطريقه دي تبان بطريقه الدبليو ام اندثرت بعدها بشكل كبير جدا، جم الروس طوروا منها شويه ولكن انتهت تماما ومحدش بقى يتكلم عنها خالص. ولكن مع بيب جوارديولا بدا الموضوع يرجع مره ثانيه، بدانا نشوف طريقه الدبليو ام، بدانا نشوف التاكتكس بتاع زمان بيرجع، ومين عارف ممكن زي ما انت قلتي نشوف 2-2-6 بعد كده موجوده وتتسمى كانها تاكتكس، لان بالظبط ده تسمى انها تاكتكس ويبقى الموضوع موجود في كره القدم. تنورتنا يا عمرو، واحنا سعداء جدا بوجودك والله، وان شاء الله دايما تكون معانا كده وتطلعنا على كل التفاصيل الدقيقه باجتهادك الكبير. بشكرك شكرا جزيلا عمرو عماد المحلل الرياضي في ضيافتنا النهارده. وخلونا قبل ما نختم ناخد اجاباتكم على سؤال اللعبه، في ظل وجود رضا سليم كوافد جديد للدوري المصري، مغربي جديد هيكون في صفوف نادي الاهلي، حبينا نعرف انتم في وجهه نظركم مين افضل مغربي احترف في الدوري المصري. نبدا الاجابات مع احمد الزملكاوي. صباح الخير، هو اشرف بن شري احسن لاعب مغربي لعب الدوري المصري، بتمنى انه يرجع الزمالك. ابراهيم زكريا، انا اهلاوي بس بعشق بن شرقي واكيد هو احسن لاعب مغربي لعب في الدوري المصري. يوسف مدحت، صباح الفل، من وجهه نظري اشرف بن شرقي وبدر بنون وعمر جوده بيصبح علينا وهو ابرز مغربي بالنسبه له وليد الكارتي. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، وبكره باذن الله في نفس الميعاد الساعه 10 الصبح لقائنا يتجدد مع حضراتكم مشاهدينا الاعزاء. لكم مني كل الاماني بيوم مثمر ويوم جيد باذن الله، ونلتقي غدا على خير.